ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف ما شفتوا اليوم إن شاء الله عندي تنظيم والتنظيف ديال غرفة النوم. هذا الموضوع مختلف شيئا مع المواضيع الأخرى، ولكن دائما غدا نبقاو في إطار الإفادة والنصائح. الفوكس ديالي اليوم أو للاهتمام ديالي اليوم هو على غرفة النوم. ألوغ قلت علاش لا، هذا الموضوع حتى هو مهم جدا بالنسبة خاصة للنساء. إذا كانوا رجال مهتمين مرحبا، إذا ما كانوش مهتمين فهذا الموضوع خاص بالنساء. بالنسبة للنساء ككل، سواء اللي كتشتغل على برا أو اللي كتشتغل فقط في المنزل ديالها، فكتلقى واحد صعوبة كبيرة في تنظيم الوقت ديالها، خصوصا أن النساء كدير جل الأشغال، إلى ما بغيتش نقول كل الأشغال ديال البيت. إذا هنا كتجي الأهمية ديال تنظيم الوقت أو لا تنظيم جدول الشغل ديالك ديال البيت. كيف ما كنعرفوا أن المرأة كتقضي ساعات وساعات طوال في الكيتشن، في المطبخ، ولو أنها يعني فقط غير كدير مأكولات غير بسيطة للأبناء ديالها والعائلة ديالها، فعلى الأقل كتبقى واحد 3 ساعات وهي فقط غير كطيب الشهيوات من هنا ومن هنا ومن هنا، عدم اللي كتسالي الطبخ، فكيبدا تاني الروينه اللي كاينه في المطبخ وفي المنزل خاصها تنظم وتجمع الى غير ذلك. فكيبقاو بزاف الاماكن في المنزل اللي ما كنلقاوش ليهم الوقت تماما، لان هذا روتين يومي، يوميا المطبخ ويوميا تنظيم المطبخ. ما ترهقيش نفسك، لانك انت هيومن بين، انت بشر، انت انسان. العائله كلها كتعتمد على المراه، العائله كلها من ابناء وزوج، فالمراه هي العمود الفقري للعائله وللمنزل. اذا يا ايتها المراه ما تفرصيش على راسك، كيف ما كنقولوا ما ترهقيش راسك وما تعبيش راسك اكثر من القياس، لان الا تعبتي بزاف بزاف اكثر من القياس فبالتالي كتنهاري، ولا الله يحفظ نهاريتي، فالعائله كلها والاسس كلها كتنهار، والقيم كلها اللي كنتي بنيتي فكتبدا تنهار بشويه بشويه. اذا تكيسي على راسك وديري جدول ديال الاشغال ديال البيت ديالك، كل يوم نركز على شغل معين. كيف ما كنعمل انا وحسب الجدول ديال الاشغال اللي كندير ديال تنظيم البيت وتنظيم او لا استغلال الوقت ديالي، فبالليل كنركز على اشنو الغد غدا ندير. فمثلا الا كنت يوم الاربعاء على سبيل المثال، يوم الاربعاء ناويه ننظم او ننظف وننظم غرفه النوم، مع على سبيل المثال بما انني اليوم كننظف فيها فنديروها مثل، فثلاث اشنو كندير، ثلاث يعني نهار قبل كنكون هادشي كلشي دايره ليه برامج، يعني ماشي عشوائيا. حتى كنفيق الصباح نقول حتى الصباح ويحن الله ونفيق عاد نبدا نفكر اشنو ندير، وبالتالي كيدوز الوقت وكنكون
ما عنديش هذاك الحماس اللي كيكون عندي ملي كنكون ناويه بالليل انا عارفه اشنو ندير ومصوبه البروغرام ديالي الى غير ذلك. فمثلا نهار الثلاث كندير الطبخ، كنخصو للطبخ، كندير الطبخ ديال الثلاث والطبخ ديال الاربعاء. علاش؟ حيت الاربعاء انا يعني انا بشر، ما يمكنش غادي ندير عده اشياء في مره واحده، وباش ندير شي شيء ونتقنه مزيان كل يوم ندير حاجه. ثلاث ندير الطبخ وندير اليوم عده انواع ديال الطبخ ونحط نستوكي في الثلاجه، والاربعه غدا نركز على هذاك الشغل ديال البيت اللي بغيت ندير. مثلا اليوم انا هو تنظيف وتنظيم غرفه النوم، وهذا الشيء اللي درت تماما بالنسبه لهذه النقطه هذه. جديده ما كيكون فيها حتى شي بقعه تماما. وكيف ما كتشوفوا ها هو من التحت كيكون بحال الشكل ديال القلع، ومن هنا كيكون ثوب، هنا ثوب وهنا قلع. هذا ما غاديش ندموا عليه ولو انهم غاليين شويه، هادو كيديروا تقريبا ابتداء من 35 40 50 دولار، ولكن يعني على حسب الحجم. انا عندي الحجم ديال الماطلة ديالي كينغ، يعني اكبر سايز هنا اكبر. فبالنسبه لكندا كاينين بزاف ديال الاحجام، اكبر حجم هو هذا. عزيز عليا دائما الكبر.
التنظيف والتنظيم، فبت هو خاصو برامج او برنامج ديالو. يعني مثلا انا موجده لغيدو اللي غادي نبدل ديال النوافذ ديال النوافذ ديال غرفه النوم، موجده الفراش اللي غادي نعاود يعني غنبدل هاد الفراش اللي كنا ناعسين عليه، غنبدل المنطط اللي كنا كنتغطاو بهم، الغليف ديال المخاد موجده باش غادي نمسح الغبره، يعني موجده كل شيء باش نسهل على راسي الشغل. ماشي حتى النهار اللي باغا ندير فيه هذه المساله عاد نبدا نفكر فينايا هذه فينايا هذه نمشي نقلب على هذه، لا كل شيء موجده قبل. يعني الاربعه اللي هو مثلا انا ناويه فيه ندير تنظيف وتنظيم غرفه النوم، فعندي كل شيء الوسائل موجوده حدايا. وبطبيعه الحال كيف ما كتعرفوا التنظيم والتنظيف كياخذ وقت طويل جدا، ولا ما كنتوش كتعرفوها الرجال فجربوا باش تحسوا بالمراه وباش تعرفوا فعلا شحال ديال الوقت شحال ديال الجهد كنستغرقوا وكنقضيو باش ننظموا غير واحد الغرفه معينه ولا واحد المكان معين في المنزل. ملي كنسالي بطبيعه الحال هادشي كياخذ ليا على الاقل واحد 3 سوايع، فملي كنسالي تماما كنلقى بان غديوتي موجوده مقاده. اذا بالاورغانيزاسيون ولا بالتنظيم اللي غادي ديروا ديال جدول الاعمال البيتيه ولا الاشغال البيتيه، فهكذا كتسهلوا على راسكم مسؤوليه بزاف وكتشجعوا باش انكم تنظموا وتنظفوا البيت ديالكم. واخيرا ساليت تقريبا شي 3 ديال السوايع بدون مبالغه، وانا هنا في بيت نعاس. علاش؟ لانني درت ليه التنظيف العميق وحاولت ما امكن ننظمه وندير ليه الديكوراسيون بالموجود بهذاك الشيء اللي عندي. لا داعي باش المراه تكلف على نفسها او لا تقول لا انا ما عنديش المال باش نديكوري المنزل ديالي كامل فوق. هذاك الشيء اللي عندك ولو انه بسيط جدا ممكن تنظمي به المنزل ديالك او لا غرف النوم ديالك. الوغ دابا ملي ساليت الوليدات جاعوا مول الدرجه والغديوه كاينه الحمد لله. انا غادي نمشي دابا، اللي عطلني شويه اكثر هو انني كنفيلمي. غادي نمشي دابا نسخن لهم الغديوه ونرتاح مع راسي، ندير واحد كاس اتاي ونبينا عليه السلام. اذا احبابي غادي ندير لكم واحد الدويره سريعه في غرفه النوم كيفاش نظمتها، وكنتمنى يا ربي هذا الفيديو يكون زادكم بعض سورتو النساء واحد المعلومات ولو بسيطه جدا في كيفيه تنظيم الوقت.
الشكل النهائي لغرفة النوم من بعد التنظيم والتنظيف. بدلت كل شيء بطبيعة الحال، الغشاوات، الغطاء، لي غيدو، هادو راه الغوز انديان، الا كان كيبان لكم مزيان. كيعجبني انا دائما ديك الالوان الحامية، سبحان الله. وهنا عندي لي طابل دو نوي، انا اكسبري خديتهم فيهم لي تيغواغ بزاف، لان اللي كيهمني اكثر هو الفعالية، يعني ما كيهمنيش الديكور اكثر ما كيهموني هاد لي تيغواغ، لان كيهزو بزاف هكذا كيبقى المكان هنا الفوق منظم، ما كيكونش فيه بزاف ديال الاشياء محطوطة هنا. فقط كندير هاد الفيوز اللي كتشوفوا صغيره زوينه بزاف، الديكور ديالها هائل، خصوصا بالليل كيكون الديكور ديالها زوين بزاف وكتضوي مزيان. وهاد الكورنر حاطه فيه الزيوت ديالي ولي كريم ديالي والمرطبات في الليل باش ما نعكسش عليهم، يعني كنجي نجلس في بلاصتي وكندير هاد الزيوت وهاد المرطبات. من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد الحلقه على الزيوت. هنا هذه فقط غي ديكوراسيون هاد المرايا، وهذا راجلي في العرس، حاطه راجلي حدايا في اتجاه ديال الزوج ديالي، نفس الشيء حتى هو عنده لي تيغوار بزاف وفيوزات هاد الكبار، وهذه انا وراجلي. هنا نفس الشيء، هاد المرايا ديكور بحال نفس الشيء بالنسبه للمكان الاخر. وهنا حاطة صورتي ديال العرس حدا راجلي، انا راجلي واكي نعس هنا داير حدا الصورة ديالي، وانا داير حدايا الصورة ديالو. هذا بالنسبة لهذا المكان، كيف ما كتشوفوا راه كنحاول ما امكن دائما نخليه خالي، بطبيعة الحال كيعاود يعمر وكنعاود نخويه كيعاود يعمر. هذوك لي تيغواغ داكشي علاش باش نافعيني، ولكن بطبيعة الحال حتى لي تيغواغ راه فيهم داكشي منظم. وهنا كتعجبني هاد لافوطو بزاف، اول حاجه كنحل عيني عليها هاد الفيوز اللي حداها، انا دائما دايره تما غير اكسبري، لان هنا كندير بعض المرات الفيديوهات وكنجلس باش ندير باش كنيديتيهم وباش كنقادهم، يعني دائما كنبغي شويه الاضاءه. وكيف ما كتشوفوا حنا عندنا في الغرف هنا في كندا ما كيكونش فيها، غالبا ما كيكونش فيها الضوء هنا في السقف، اذا كنكونوا معمرين الدار غير بالفيوزات سورتو الغرف. فوالا. وهنا عندي هاد السله هادي دايره فيها المسائل ديال الصالات باش ما يبقاوش غير محطوطين في الارض، درت لهم هاد السليله. احبابي هذا مكان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى دائما نبقى عند حسن الظن ديالكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ومواضيع مختلفه اخرى. احبكم في الله. جيهان من كندا تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.